شاب ياباني بلغ من العمر 35 عاماً تعرض لحادثة بشعة جداً. كان من الممكن أن يموت بعد أيام قليلة مما حصل له إن لم يكن قبل ذلك، ومع ذلك أصدر بعض الأشخاص أمراً بتمديد حياته بكل الوسائل المتاحة ليبقى على قيد الحياة لممارسة عدة تجارب على جسده حتى عاش أوشي 83 يوماً. لكنه مع كل ثانية كان يعاني من ألم لا يطاق. ما قصة هذا الشاب؟ وما الحدث العظيم الذي أذاب جسده وجعله يعيش الألم والموت في كل لحظة عاشها بعد الحادث؟ هيساشي أوشي شاب كان يعمل في أحد مصانع المفاعلات النووية في اليابان في فترة الستينيات من القرن الماضي. تعرض لأبشع حادثة إشعاع نووي، إنها الكارثة النووية في توكاي، حدث أقل شهرة بكثير من كارثة فوكوشيما وأصغر بكثير من حيث الحجم، لكنها خلفت أضراراً جسيمة وتحديداً على العاملين في هذا المصنع والحاضرين على ما حصل. سلسلة من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها لا تزال تحيط باسمه. من أعطى هذا الأمر؟ لماذا ظل أوشي على قيد الحياة رغماً عنه لفترة طويلة؟ حتى أن البعض يربط تنمر أوشي بالتجارب الوحشية لليابانيين على أي حادثة جديدة تحصل في البلاد. وقع هذا الحادث يوم 30 سبتمبر لعام 1999، تمام الساعة 10:30 صباحاً. تعرض لها 3 من مساعدي المختبرات من بينهم هيساشي أوشي، وكانوا جميعهم يحضرون دفعة من الوقود لمفاعل تجريبي باستخدام اليورانيوم المخصب. لكن كانت هنا المصيبة، فبسبب نقص الخبرة في تحضير هذا الخليط قاموا بإضافة كمية زائدة من اليورانيوم إلى إحدى الحاويات عن طريق الخطأ، مما تسبب في تفاعل متسلسل مع انفجار قوي، حيث كان أوشي الأقرب إلى هذه الحاوية، حيث تلقى مستوى إشعاع قدره 17 سيفرتن، في حين أن جرعة 50 ميكرو سيفرت فقط تعتبر الحد الأقصى المسموح به من جرعة الإشعاع السنوية. ومباشرة بعد الانفجار أصيب جسد أوشي بالكامل بالمرض، وبالكاد يستطيع التنفس، وبدأ بالتقيؤ بعنف إلى أن فقد وعيه. اتضح أن أوشي أصيب بحروق بنسبة 100% في جسده، كما تأثرت جميع أعضائه الداخلية بدرجة أو بأخرى. كان عدد الكريات البيض في دمه صفراً تقريباً، وتعرض جهاز المناعة للتدمير عملياً، بل إن الإشعاع أثر على حمضه النووي، مما أدى إلى إتلاف كروموسوماته، وخرج جلد أوشي من جسده قطعاً وسرعان ما فقد السوائل، ليتم إخضاعه إلى عدة عمليات ترقيع للجلد، لكنها لم تجد نفعاً في حاله الذي كان يزداد سوءاً إلى درجة أن عينيه بدأتا تنزفان دماً. مع تدهور حالة أوشي تم نقله إلى مستشفى في طوكيو، حيث وفقاً لبعض الشائعات تم إجراء أول عملية زرع للخلايا الجذعية الجينية في الدم في العالم، حتى بدأ دم أوشي في إنتاج الكريات البيض، وهذا السبب الذي أبطأ موته لفترة زمنية، لكنه لم يمنعه. وكل يوم يتم ضخ كمية كبيرة من الدم والسوائل والأدوية فيه، لكن هذا لم يعد ينقذ أوشي حتى من الألم، فقد كانت معاناته شديدة لدرجة أنه بدأ بنفسه في طلب تركه يموت والتوقف عن معاملته مثل فئران التجارب. وما بين جلطات قلبية ودماغية وتوقف لغالبية أعضائه، عاش أوشي لمدة 83 يوماً فقط، ومن ثم مات.